أحسن الله إليكم. يقول: أنا جزائري وأسأل عن النشيد الوطني الذي فيه قسما بالنازلات الماحقات والجبال الشامخات الشاهقات. السؤال: هل هذا من القسم بغير الله؟ لأن بعضهم يقول أنه ضرورة شعرية حذفت كلمة رب من البيت. لا، هذا كلام باطل. الله جل وعلا يقسم بما شاء. أقسم بالعصر، وأقسم بالنازعات والمرسلات والذاريات، يقسم جل وعلا بما يشاء. أما الناس فلا يقسمون إلا بالمعبود جل وعلا، والشاعر أكذبه أصدقه أكذبه. لا يحتج بهذا الشيء. يجب على الواحد أن يتجنب هذه الأمور، وأن لا يكون جريئا على ارتكاب الأمور الشركية، لأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما في الحديث. إن كان يعتقد تعظيم المحلوف تعظيما يستحقه فهذا كفر مخرج من الملة.